سؤالي اللي جاي ليك يخص خوان كارلوس جاريدو المدرب الاسباني الكبير، وفيما يتعلق ببيان رابطة الدوري الاسباني امبارح بخصوص الصفقة الأهم في هذا الموسم، صفقة كيليان امبابي اللي ضاعت على ريال مدريد، واعتراض رابطة الدوري الاسباني على هذه الصفقة بقاء كيليان امبابي مع باريس سان جيرمان، رأيك ايه في هذه القضية؟ هي مفاجأة لأنه كان يبدو أن كيليان مبابي قد وقع على ريال مدريد، ولكن كيليان مبابي قد جدد، وهذه نقطة إيجابية أيضا له، وهو لعيب ذو إمكانيات عالية وقد حصد لقب كبير مع فريقه، وفي إسبانيا هناك الكثير من الداعمين له، ولكن هذا ما يبدو له جيد، وهو ما يفضل ذلك، هو يشعر أنه في منزله فليستمر نحو الأفضل أينما كان. مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، كيف ترى هذه المواجهة؟ هو مباراة عظيمة. أنا عندي كل الأخبار والمعلومات ومتابع جيد لها، وأنتظر هذه المباراة بشغف. ستكون مباراة كبيرة بلا شك، لا يمكن توقع شيء، لا يمكن تصور أي سيناريو. كلا الفريقين أعتقد أنهم الأفضل الفرق على مستوى العالم حاليا، كلا منهما لديهم فرقا جيدة ولاعبين جيدين زي محمد صلاح، زي ساديو ماني في ليفربول، وهم فريق قوي جدا. وعلى النقيض في ريال مدريد هناك فريق متكامل يلعب كرة جيدة ويقدم مباريات رائعة. أنا أعتقد أن أدعم ريال مدريد، الفريق الإسباني. أتمنى الحسن الحظ لمحمد صلاح، ولكني أتمنى فوز ريال مدريد.